كنت فين وانا فين جيتلي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. كنت فين وانا فين جيتلي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. نظرة عين فايت القلب وفي جرحين، من حلاوته قلت يا ريت كان لي قلبين. كنت فين كنت فين كنت فين. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حتة بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا، قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا 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 ربنا ما يقعدها يا شيخ حسن، ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامة، قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي، ازيك يا راجل؟ عامل انت؟ وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده. ده مين؟ ده جرجس. مين حضرتك؟ ايه يا جرجس، انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحيه التانية. اما جرجس مين ده؟ مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قال لك مش جرجس. ازاي بس؟ اما هي كده عايزه تبقى جرجس بالعافيه؟ اما هي دي رخره فيها فصال. اتفضل مع السلامه. هو جرجس. يلا بقى امشي. اتفضل امشي من هنا. حاجه عجيبه، ناس بقت غريبه. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه، روح رايح جري عليه بالحضن والبوس، وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي بدا طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره، كنت ماشي بامان الله لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله ب60 نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه السكري، ما تفهمش ليه حكايه السكري ده، وازاي مش عارف مين وازاي مين وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا، مش هو اللي انت عايزه. بولس 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 حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس، انا مش اهو كنت لسه بقول له. ازيك اخ بولس؟ انا مش بولس يا حضرتك. الله، مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخصم. مخصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله، انا مش بولس. هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس، هو بولس وباين لي التاني جرجس. لا 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 لا، ثلاثة بالله العلي العظيم، انا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعالى يا شيخ بلال. حبيبي تعالى في حضن يا شيخ بلال. حبيبي حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بقى اسمه كلام يا راجل، سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا عماد؟ يا شيخ بلال يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن، من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها، والناس ماشيه على وشوشها كآبه. قلت انا ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن، وهي بركات الحسين حاصلت. انا هسيبك يا شيخ حسن 5 دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟ هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان، وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده أخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ أيوه مرقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا سبحان الله، شفتي يا ابو مسلم، شفتي الشيخ حسن كله بركه ازاي؟ خلى مرقص المسيحي يدخل مقام سيدنا الحسين ويقرا فاتحه. شفتي جبروته؟ شفتي قوته؟ اهي شايف يا عم ويليام؟ شايفين كلكم؟ شايف يا بابا؟ عشان تبقى تصدقني، عشان تبقوا تصدقوني كلكم، انا ما بفتريش على حد. اهم رايحين جايين مع بعض وبنتصلى كلنا. عيب يعني؟ ما حدش يقول كلمه عن الاستاذ حسن وابنه، دول ناس فوق مستوى الشبهات. الراجل اللي اسمه حسن العطار ده يطلع من العمارة يا ويليام، ده وش الفساد. يا اخوان انا ما اقدرش، الراجل ده جمايله مغرقاني. ترميله عفشه ويطلع من العمارة. هو مين ده اللي ترميله عفشه وتطرده برا العمارة يا جورج؟ خليك في حالك يا شيخ مصطفى. اخليني في حالي ازاي؟ انا مش معاكم هنا في الشارع. اللي هيقرب من الشيخ حسن هقطع خبره. انتوا فاكرين ايه؟ اشتريتونا؟
الشيخ حسن هيفضل في العمارة غصب عنكم وعن خلفوكم. اتكلم كويس عمو مصطفى. اخرس يا انت لما الكبار يتكلموا العيال تخرس. انت راجل مش محترم. انا مش محترم يا سافل يا قليل ادب. لا 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 ما يصحش. اهم قم اهم قم قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا، يعني متفقين الشارع مولع وهم خارجين يسهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. اهد يا جورج، ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن شقتك والراجل منهم يتعرض لك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ ما تسال بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم؟ اخلص، انت بتشيل بنتي انا؟ نزل ايدك يا جماعه. يا جماعه ما يصحش كده. الله يسلمك. شكرينا يا دكتور. الولد كان هيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة. لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دمه نفس الفصيلة. يا مرقص يا أخويا جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. وهنفضل متشحططين كده على طول يا بولس؟ مفيش فايدة يا ماتيلدا. بعد اللي حصل ده ملناش عاد هنا. احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت. انا اللي صعبان عليا الراجل الطيب مرقص. ذنبه ايه؟ هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويه سمعه بنته. وام مريم هتوحشني قوي. انا حبيتها زي ما تكون اختي شقيقتي بالظبط. جورج الجوهرجي وابنه هما السبب، هما اللي ولعوا الخناقه وكبروا المشكله. يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم. ماما بدها توحشني قوي والله يا محمود، ما شفت جارة زيها ابدا. كل ده بسبب مصطفى السني بتاع السوبر ماركت. ذنبه ايه الشيخ حسن يا زينب؟ راجل فاضل وطاقي. عايزين يطردوه من الشقه هو وعيلته، وكانوا هيموتوا ابنه الواد اللي حيرته. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ والله ما انا عارف يا مرقص. الظاهر ان قدرنا واحد. فضل الله واسع، ربنا لا ينسى عبيده يا شيخ حسن. في الواقعة اللي احنا فيها دي. كلمت يا زينب ما بيردش عليا. مالك يا حبيبي؟ انا بعيش اسعد لحظات حياتي. بتعيش اسعد لحظات حياتك ازاي يعني؟ عشان سيبنا جنيت بنت وليام شحات. فرغت يا عم حسن. كلمت عيل سمسار صاحبي شاف شقة اول داير محرم بأوضتين وصالة ب 1500 جنيه في الشهر. طب واحنا يا بدوي؟
بقت لنا شقه. يا عم مرقص يا عم مرقص، اقعدوا مع بعضكم اليومين دول لحد ما نشوف لك حاجه تانية. ده احنا ما صدقنا عطرنا على دي. يلا بقى دوقوا الملوخيه بتاعتي، وما دام احنا في اسكندريه انا عاملها لكم بالجمبري. ملوخيه ام مريم علامه مسجله. لا واحنا هنسكت لكم، انزلوا لهم بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟ انا امي ما بترحمش في الباميه، ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش، ما فيش زي ملوخيه ماما. ما هو الملوخيه دي هي اللي جوزتني ام مريم. اصل ابوها كان عازمني على الغدا، اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته، قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك؟ خلاص نعمل كابانيوت. اعملوا كابانيوت، اعملوا كابانيوت بعد الملوخيه كابانيوت. هكا علي انت شفت حاجه؟ اصل شفته قبل كده. الفيلم ده كله ما بشوفه بموت على رحمي. مش معقول الراجل ده عجيب، تشوفه تضحك على طول من غير ما يتكلم. نجيب الريحاني كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديع خيري. ده مسيحي؟ ده اللي كان فاكره الريحاني. بديع خيري امه توفت، فالريحاني راح يعزيه، لا قرآن وصوان وناس بتعزيه. قال له ايه ده بديع، هو انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سألتنيش. ده ايام العصر الجميل. هو نجيب الريحاني كان مسيحي؟ ايوه. قول. أنا بحبك يا مريم، بحبك أوي. إيه؟ أطمن؟ هو أنت رفضت يعني جورج عشاني؟ لا هو مش بس عشانك، أصل أنا مينفعش أتجوزه. مع إنه أحسن مني ماديا. انت مفيش حد في الدنيا دي كلها احسن منك. عماد انا عايزه اقول لك على حاجه. ده انا اللي فيه حاجه مهمه لازم اقول لك عليها، وهتفرحي قوي لما تعرفيها. انا ما اسميش عماد، انا اسمي جرجس. انا مسيحي زيك يا مريم. يا مريم فين؟ في مصيبه. ده حرام. أنا اسمي فاطمة، أنا مسلمة، مسلمة. Thank you.
اسمع يا بولس، احنا لا يمكن نبات في البيت دليله واحده مع الناس دول. كل يا ماتيلدا. لا تاكلي يا زينه. مش قادره انا، خلاص خلاص مش طايقه، مش طايقه اعيش في البيت ده. لازم تشوف لنا شقه تانية بسرعه. الناس دول احنا ما شفناش منهم اي حاجه وحشه، احنا عشنا مع بعض اجمل ايام حياتنا، قلبنا على بعض ليه؟ راحت فين المحبة اللي كانت جواكم؟ ايه اللي حصل؟ الأسامي اتغيرت، تقوم القلوب كمان تتغير؟ احنا ملناش ذنب في اللي حصل. وهم كمان ملهمش ذنب. ذنبهم انهم خبوا علينا وما قلناش الحقيقة. احنا كمان خبينا عليهم وما قلناش برضو الحقيقة. فين الأمان؟ فين الأمان اللي موجود في البلد؟ إذا كنت أنا مش مآمن لا على بيتي ولا على عرضي ولا على فلوسي، دول بيقولوا إن نسائنا وأموالنا غنيمة ليهم. أيها المسلمون، إذا دخل عامل من عمال المسلمين بيتا من بيوت المسيحيين فماله منهم حرام ورزقه أيضا حرام. الحقيقة إنهم بيكرهونا. أنت لسه صغير ما تعرفش حاجة. لا يا ماما، أنت أول مرة ما تبقيش صح. الناس دول احنا حبيناهم وهم كمان حبونا. حبونا علشان كانوا فاكريننا مسلمين زيهم. دول كانوا فاكريننا مسيحيين زيهم، وهم عرفوا اننا مسلمين الوش التاني ظهر. اسكتي اسكتي بقى، عشان انا عارفه انت بتقولي كده ليه. كان يوم اسود يوم ما شفناهم. الرب قال: من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر. بس مش وانت ضعيف، وانت قوي. الرب إنك تديك يا صاحبي، الرب إنك تديك، ولازم توريني انت ممكن ترد عليه. الرب إنك تديك، اكسر ايديه الأول. إنك تديك يا صاحبي، وبعدين تديه خدك الأيسر. لا تجعلوا أولادكم يصادقون أولادهم أو يلعبون معهم أو يأكلون معهم، فهذا حرام حرام حرام. إذا كان لك جار مسيحي وحل عليه عيده، فمن الحرام أن تذهب إليه وتعيد عليه بعيد لا يعترف به ديننا. الابتسامة في وجوههم حرام. السلام عليهم حرام. الروح منك تديك يا صليب، الروح منك تديك يا صليب. كان يوم أغبر يوم ما عرفناهم، كان يوم ما طلعتلو الشمس. إحنا لازم نمشي من البيت ده دلوقتي حالاً. جرجس، روح هات عربية ترجعنا مصر. أنا هرجع بيتي في العباسية ويجرى اللي يجرى. يلا. طب ما نستنى للصبح يا ماما. لا مفيش للصبح، دلوقتي حالاً. روح هات لنا عربية ننزل مصر، واللي يحصل يحصل. جارك الراجل الطيب ده الشيخ حسن.
المهم يكون برضاك يا مرقص. ده انا اتمنى يا شيخ حسن، وانا هلاقي شريك احسن منك. وانا شرفني يا مرقص. يلا حطوا ايديكوا في ايدين بعض، بركه الرب تحل عليكوا. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، واغفر لنا. يلا جنتك، يلا جنتك، وسع وسع هدومك والزيت يا ست، وسع. يا رزق صباحتك قشطه يا رزق. بقول لك ايه يا بدوي، انت سيبني في حالي لحسن انا خربان من ليله امبارح وعميان ومش شايف قدامي. يا راجل ده انت اصحاب المخبز مدلعينك اخر دلع، ده انت طول النهار بتبلبط العجين. الله الله، طب ليه اللبلبه والنقي ده على الصبح؟ فين الدلع ده؟ يا راجل ده كفايه عليك عمك مرقص، ده انت لو عملت ايش باللازم مش هيرفدك. قبط زي بعض. مرقص؟ اعوذ بالله. طب ايه رايك بقى يا بدوي؟ مرقص كل يوم يمشيني والشيخ حسن يرجعني. لا والله؟ صباح الخير. يا سيمورس سلامات. يا سيمورس اهلا يا جورج. يعني لما انت عايز تشارك واحد في المخبز، ما انا كنت قدامك اهو، بدل ما تروح تشارك واحد زي حسن العطار ده. ماله حسن العطار؟ تضمنه منين؟ تسيب المسيحي ابن دينك ابن معموديتك وتروح تشارك واحد مسلم؟ خليك في حالك يا جورج. انا في حالي، بس انا قلت لك وخلاص، حرص منه يا مروش. شيخ حسن، يا شيخ حسن، يعني ما لقيتش غير مرقص عشان تشاركه مسيحي؟ شوف حصته اللي دفعها كام واديها له، وانا هخش معاك عشان ربنا يبارك لك في القرش اللي هيجي لك. واحنا بنشتغل في الحرام يا حاج مصطفى، احنا بنشتغل في العيش، واحنا فاتحين مخبز بيره. عموما انت حر، اللهم بلغت اللهم فشى، بس لاجل الامانه حرص منه. أنا دماغي هتتفرتك يا بدوي، في حاجة كده مش فاهمها بتحصل قدامي كل يوم. حاجة إيه؟ عم مرقص ده مش عارف إذا كان مسيحي ولا مسلم. انتهى بالياض، اسمه مرقص هيبقى إيه؟ نيجيري؟ كل يوم بيجي يقرأ على العجين، أسمعه بيقرأ قرآن. عم مرقص بيقرأ قرآن؟ لا ده أنت استطلت رسمي. آه عشان هو مضايقك شوية، عايز تطلعه مسلم؟ المصيبة التانية الشيخ حسن. ماله راخر طلع يهودي؟ داخل عليه مرة لقيته بيرسم الصليب على العجين، أول ما شافني عمل نفسه بيمسح حرقه. لا ده أنت حالتك صعبة أهو يا رزق، أنت لازم تبطل برشام اللي أنت بتبلبعه ده. ده أنت قال مش قادر تفرق بين الهلال والصليب. سعيد يا مرقص يا أخويا. أهلا يا جورج. اتفضل اتفضل. ازيك يا عمو؟ احنا اسفين جدا اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق، بس احنا بنعتبر نفسنا اهل. ده بيتك يا جورج، ليه التعب ده؟ اتفضل اتفضل. احنا ما باركناش ليك على المخبز، احنا مقصرين في حقك يا مرقص. ما تقولش كده يا جورج. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عمو؟ ما شاء الله، عايزين نفرح بهاني بقى يا عم جورج. ما احنا جايين النهارده عشان نفرح بيه يا مرقص. يا عم مرقص، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسه مريم بنت حضرتك. انت بتقول ايه؟ بنتي انا؟ ما انا عارف انها لسه ما خلصتش جامعه. احنا هنعمل جبنيوت بس، بعد كده هاني هيستناها لغايه ما تخلص دراستها. جبنيوت مين؟ ما تهدى يا مرقص، قلنا جبنيوت بس. الولاد يلبسوا الدبل لبعض والبنت تاخد شبكتها، بعد كده باسبوعين هنعمل نص اكليل، وبعد كده هاني بقى يستناها على مهلها لغايه ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبعد كده نعمل اكليل. ولا نص ولا ربع ولا جبنيوت، انا بنتي مش هتتجوز دلوقتي خالص. انت بتعمل كده ليه يا مرقص؟ ابني هاني ايه اللي عيبه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جورج، اللي في دماغه ده تشيلوه خالص. يا
يا جماعه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ صوتكوا جايب اخر الشارع. تعال احضرنا يا شيخ حسن، الاستاذ هاني جاي يتجوز بنتي، بنتي انا. وفيها يا مرقص؟ احنا جبنالك من بعد يا راجل. خلاص يا مرقص، اذا كنت عايز البنت تكمل تعليمها ما تعمل جبنيوت. ده هيقول لي جبنيوت برضو. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. خلاص يا جورج سيب الموضوع ده عليا انا، مرقص اصله اعصابه تعبانه شويه، مشاكل المخبز ما بتخلص. متشكرين يا مرقص، متشكرين قوي. يلا هاني يا ابني يلا بينا. هتاخد ايه معاك؟ ايه خد. هو الراجل قال هيتجوزها، ده هيعمل جبنيوت. جبنيوت ايه بس يا شيخ حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي مضايقك من الجبنيوت يا مرقص. انا عمري ما شفت حد زي ده في الدنيا. انا بشكر الله ان موضوع زي ده ما تمش. كل حد ناسب راجل زي ده ازاي؟ انا عارف هو عمل كده ليه يا بابا. العروسه مشغوله، في حد مالي دماغها. لو كان في حد تاني كان ابوها قال، انما ده رفض من الباب للطاق. ما هو ما يقدرش يقول. ما يقدرش يقول ليه؟ علشان اللي مالي دماغها يبقى عماد ابن الشيخ حسن. عماد ابن الشيخ حسن دي مسيحيه وده مسلم. انت اتكلمت. وعم مرقص لما حب يشارك شارك مين؟ مش شارك الشيخ حسن وفضله عليك انت يا بابا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا هاني، ما تولعش الدنيا. ماشي، بس الايام هتثبت لك ان انا صح. يلا يا جرجس يلا. انا جاهز اهو يا بابا. عاوز اجي معاكم القداس. خليك انت بتهدى، هنصلي لك انا وجرجس. مش قادر اسمع الاذان وانا قاعد هنا يا زينب. وصلي هنا في البيت وربنا يتقبل صلاتك يا محمود. بس صلاه الجامع وحشتني، وبالذات صلاه الفجر. اوعى حد يشوفك يا بولس، ربنا يحافظ عليك. اوعى حد يشوفك وانت داخل الجامع. ربنا هو المعين يا زينب. صباح الخير يا مرقص. ازيك يا شيخ حسن؟ على فين العزمي بدري كده؟ رايح اصلي. واحنا كمان رايحين نصلي. طب اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه في انهي جامع؟ معرفش اصلا، انا لسه جديد في المنطقه الحقيقه. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في اخر الشارع ده. صحيح، ده اللي قدام الكنيسه. ايوه. يبقى طريقنا واحد. تفضل يا شيخ حسن. تفضل يا مرقص تفضل. لا والله تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا حسن. تفضل، ما احنا هنشوف بعض. يلا. يلا فين؟ يلا. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل. تفضل تفضل يا مرقص. تفضل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب الحال في كل مكان، يا مالي كل مكان ولا يحويك مكان، قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا ترزلها يا رب، ارحمنا واغفر لنا خطايانا. ليترأف الله علينا ويرحمنا ويظهر وجهه علينا ويباركنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا العذراء القديسة مريم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. بقول لك ايه يا شيخ حسن، انا عندي سؤال كده عايز اسالك فيه. اتفضل يا مرقص. افرض انك كنت مسيحي زي كده. نعم. يعني بقول افرض يعني، والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟ اسمع يا مرقص، عندكم في الانجيل ايه بتقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص. يا بنتي فيلم جامد جدا، ممكن تسمعي كلامي ونخش من 3 لـ 6؟ انا اتفقت مع احمد ونانسي. خلاص طيب، انا هخلص محاضرة واجيلك. ماشي، باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عماد حسن العطار؟ أيوة. ابن الشيخ حسن العطار؟ أيوة. ده وقتنا وراك يا شيخ. أيوة. أنا عبد النبي طه، مقرر أسرة شباب الإسلام. أيوة. أنت عارف يا أخ عماد أن انتخابات اتحاد الطلبة الأسبوع اللي جاي؟ أيوة. وإحنا بنكون الكوادر المهمة اللي هتكمل المسيرة بتاعتنا بعدنا إن شاء الله. أيوة. إحنا عاوزينك معانا. أيوة. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في أسرة شباب الإسلام. مين بقى المسؤول هنا؟ أنا. طب اعمل لي محضر غلق وشمعلي الفرن ده، وهاتولي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا. يا باشا أنا المدير. أنا. أنا اللي مسؤول هنا. يا أخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده. دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكوا فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله. اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا. كلنا اتفضلوا مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قوله حسن، حسن، حسن العطار. دي مش حياة يا مختار. انا مش حاسة يا اخي ان انا ست متجوزة، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأمورية يا اما في اجتماع يا اما في الوزارة. خلاص خلاص يا امينة، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار
انت في واحدة تانية في حياتك. واحدة تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الاحق على واحدة تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشي، يا مختار باشي، يا مختار باشي، يا مختار باشي، يا مختار باشا، تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بورس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بورس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمينيش غلط، اهدي. الو، ايوه يا اخ بورس، احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش، انا هكلمه، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار، انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس، استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص، مرقص عبد الشهيد هو عارفني. يا امينه اسمعيني، اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المره دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينه، امينه استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، وتصرفوا انتوا مع بعض. كل الاثنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخوانا اهو قدام على الحجز، ما تيلا يا حبيبي انت اهو. بس بجد فيلم يجنن، فيلم بس هو اللي يجنن. ايه ده؟ ايه ده؟ انت قصدك ايه؟ قصدي يعني وحرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ اه مسيحيه، بس الموضوع هنا يا احمد يا عم انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد، لا يا احمد، الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا كفايه بقى يا اخي انت وهو. ايه فرقة مزيكا؟ سرقتوا دماغنا؟ مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المرايه لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريبه مرقص، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومرقص، حضرة الضابط عاوزكم. بس ما تعمليش نفسك كده، دي حاجه بسيطه. بعدين بقى هيك عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القران الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا مرقص. ايوه يا فندم، امورنا يا ست لواء، اوامرك يا باشا. حسن ومرقص
حاضر يا فندم. فمن لا؟ حسن ومرقص افراج.